أصدرنا برنامج نضالي. هذه كمحطة أولى، يعني المحطة الثانية وقفة احتجاجية في نفس المكان. المحطة الثالثة مسيرة ريادية اتجاه عمالة المحمدية باش نشوفوا واش هاد الصوت ديالنا غيوصل ولا ما غيوصلش. المحطة الرابعة أننا ممكن نعتصموا هنا، نعتصموا داخل القاعة، ما غناكلوا ما غنشربوا، تنشوفوا شكون الصالح فينا وشكون الطالح. والله ما إنا ذا مركر. الله أكبر.